طيب دلوقتي بعد ما احنا عملنا ايدنتيفيكيشن للهازردز، المفروض بقى ان احنا نبتدي نبص على نشوف الريسك نفسه بيساوي كام. الريسك ده محتاج ان احنا نبص على الهازردز الموجوده، نبص على البروبابيلتي بتاعت كل واحد فيهم عامله ازاي، وبعد كده نبتدي بعد كده نحدد الريسك ده قيمته كام، عشان بعد كده اعمل له برايورتيز، احط بقى الريسك الاهم في الاول وابتدي احاول اعالجها في الاول وهكذا. فبيبقى في عندنا حاجه اسمها ريسك اناليسيس ابروتشز، زي حاجه اسمها ثيميا او فيلير مود افكتس اناليسيس او فول تري اناليسيس اف تي اي، وطبعا اليوزابيلتي تيستنج طبعا مفيش كلام. طبعا الاثنين دول اناليتيكال ابروتشز، واليوزابيلتي تيستنج ده اكسبيرمنتال ابروتش. يعني ممكن نفس الحاجه دي ان انا اعمل استيميشن وبرايورتيزيشن للريسك عن طريق ان انا انالايز البروبلم يعني وانا قاعد في المكتب، او ان انا انزل بقى للماركت او انزل للاماكن اللي فيها يوزرز واعمل ستادي بقى تبقى اطلع منها ستاتستكس واعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا احنا بنتكلم على ان احسن حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل الاثنين اكشوال، يعني من حاجه تبقى ريليتد، يعني ابقى اكون عملت اناليسيس كويس قوي وفي الاخر اعمل برضو يوزابيلتي ستادي او يوزابيلتي تيستنج عشان اتاكد ان الكلام بتاعي ده كان مظبوط. طبعا احنا بنتكلم على في بعض الاحيان مش بنتكلم على الديفايس كلها، ممكن نتكلم اكشوال على كومبوننت في الديفايس. اوكي، ودي بتحصل طبعا. اهم حاجه ان احنا ما نتاكدش ان احنا يعني الحاجات اللي ممكن نعمل فيها اخطاء، يعني we should not limit the prioritization دوت للسيمبل اور اوبفيوس يوز ريليتد هازاردز. يعني لازم انكلود كل الايه، كل الحاجات اللي احنا ايه لازم ان احنا نعملها، كل الحاجات اللي بكل اليوزر ريليتد هازاردز لازم تبقى ايه prioritized. وفي الوقت نفسه بن avoid underestimating the risk of low frequency events. يعني احنا مثلا في بعض الاحيان لو في عندي ريسك اللي هو الاتش بتاعنا بيساوي واحد، اوكي، لو هو في حاجه ممكن ينتج نتيجتها death، اوكي، وكان بيحصل بنسبه واحد في الالف، يعني 1.001، يبقى معنى كده لما اضرب الاثنين في بعض هيبقى الكلام ده 0.001. لو انا عندي حاجه تانية الريسك بتاعها مثلا او الهازر بتاعها مثلا 0.1، اوكي، وبتحصل مثلا ساي 10% من الوقت، يبقى معنى كده دي 0.01. اوكي، 0.01 دي هتبقى اكبر من 0.001. اوكي، فمعنى كده ان الحاجه اللي الريسك بتاعها قليل او الهازر بتاعها قليل، يعني ممكن انها مثلا تخلي المريض يتالم شويه صغيرين، اوكي، ما ينفعش ان انا اخليها تبقى اهم من حاجه فيها الهازرد يوصل ان ممكن يحصل فيتاليتي، يحصل مشكله ان محسن يحصل وفاه مثلا في حاله من الحالات، حتى لو كان الحاله دي بتحصل واحد في الالف، حتى لو بتحصل واحد في المليون، لازم الحالات اللي ممكن ينتج نتيجتها يعني خطر على حياه المريض لازم تتعالج قبل اي حاجه تانية. فمعنى كده ان واحده من بيت فولز بتاعت الريسك استيميشن هو ان احنا ممكن نعمل اندر استيميشن للريسك لما يكون عندنا لو فريكوانسي ايفنت. لو فريكوانسي ايفنت يعني البروبابيلتي بتاعتنا قليله، زي ما كنا بنقول عندنا ال R بتساوي H في P، لو ال P صغيره في اللو فريكوانسي ايفنت هنلاقي ان الريسك نفسه بيصغر، بس لازم نبص دايما على ال H عشان كل ما ال H كانت كبيره ما اقدرش ان انا اجنور الخطر ده طالما ان هو مش يعني ممكن يحصل ببروبابيلتي ما هيش زيرو.